مادة كتالية ومشاكلها لا تنتهي، خاصة في مجتمعنا العربي وتحديدا في مصر، وتحديدا فيما هو متعلق بمباريات الكبيرين الأهلي والزمالك. وخلينا نسلم أن نتيجة المباراة لها دور كبير جدا في تقييم أداء الحكم. أحيانا الحكم بنقول عليه محظوظ، يغلط أخطاء كبيرة وأخطاء فادحة كارثية، ونتيجة المباراة تصلح له الأخطاء وتطلع الفريق الفلاني كسب، خلاص ينسوا أخطاءه. أنا شايف إن الأمر لا يستدعي وجود خبير أجنبي. أنا لو صاحب قرار أجيب خبير أجنبي يديني محاضرة ويمشي، يعني ممكن أجيبه مثلا كل شهر محاضر الحكام، يدي محاضرة للحكام ومراقبي ومقيم الحكام، يجي لنا مثلا مرة كل أسبوع أو كل شهر أو مرتين في الشهر. الناس دي بقيمتها، وفي ناس تانية على فكرة. الدوري الإيطالي في ناس كويسة قوي، في قامات عالية جدا، وإيطاليا قريبة مننا. لكن أنا أجيبه يدي محاضرة، يعني يجي يقعد يومين، ممكن في يومين دولت محاضرة للحكام وأخرى للمراقبين وتالتة للمدربين وللجماهير، يعني حاجة إعلامية. أنا في رأيي إن الفار بمثابة جهاز رنين مغناطيسي، يعني قبل مثلا خلينا نسلم من الطب، في طفرة في الخمسين سنة الأخيرة رهيبة. الناس قبل قرن كان يعني المجد للعلم، نفس الشيء الفار قدم خدمة جليلة وخدمة عظيمة. أنا بسترجع ماتشات وحاجات ليا، أنا اعتزلت 2004، أقول يا كان نفسي يكون في فار. البعض عنده أهواء، سلم هقول لك، البعض عنده أهواء. وبعدين لأن هناك أنا أحيانا بسمع قرار في لعبة وبشوف عكسها في قناة تانية أو حكم تاني، يا سيدي لو في قناة تانية ماشي، لكن لما تكون انت شريف وتقول لعبة رأيك في اللعبة هنا، وبعدين اسبوع تالي شريف تقول رأي مخالف في نفس اللعبة، يبقى هي دي. لكن على فكرة مسموح ان انا اطلع اقول رأي، وعصام عبد الفتاح يقول رأي تاني، وسمير عثمان يقول رأي تالت، ماشي. ما هو برضو بص يا شريف، ما هي مش واحد ذات واحد اتنين، هناك في بعض الالعاب بتحتمل جدلية سنة. يعني تعالى دلوقتي مع صعوبة خاصة المساعدين، سابق بالسنتي ولا بملي، الكلام ده صعب قوي. انا ما بقفش على فكرة، انا ما بقيمش الحكم بالحاجات دي. يعني تيجي تقول ايه، وانا بستعجب ان انا كمحلل قاعد المشاهد نص ساعة عشان اجيب اللعبة دي، هو سابق سابق بزرار القميص، سابق بحتة من شعره. لا ده كلام مش عدالة، مش انصاف. اي قرار ياخده انا معاه. انا لغاية النهاردة بقول لك يا سلام لو كان في فار في اللعب الفلانية، في الإسماعيلية، في المنيا، في القسم الثاني، في ماتشات الناشئين، وكنت لما أغلط غلطة ما قررش تاني أبدا. ودي مهمة جدا ونصيحة لكل الحكام، إياك تكابر عشان تنجح وتصلح. قيم نفسك صح، يعني قيم نفسك صح. هرجع وأختي معاكو، التحكيم في مصر مش وحش، كويس، عايز دعم ومساندة وعايز عدالة. عدالة أنا حتى مشجع ومن الإعلاميين، يعني ما تبقاش أنت إعلامي واقف ليه قرار في لعبة وفقا لأهوائك، شايفها جول أو شايفها تسلل، الله دي تسلل، لا تسلل، تسلل. ولو على فرقتك ليك رأي تاني. خلينا عادلين، خلينا نتكلم الألعاب اللي هي الصعبة أوي دي يا سيدي. لكن في حاجات تانية كتير أوي تقدر تقيم الحكم بيها، أمانته وعدلته وشجاعته. وفر الحكم حماية، خدهم يعني خلصت كلامنا، وفر له عدالة، اديله مستحقاته بدري، ما تأخرش مستحقاته. ما ينفعش أبقى أنا شغال مثلا في قناة محترمة وتديني لا أنت أنا ماضي عقد وتديني فلوس السنة الجاية، يعني أنا بشتغل النهاردة وأخد فلوسي بعد سنة. يعني ما ينفعش أروح مثلا أدير مباراة في أسوان وأدفع 7-8 آلاف جنيه مواصلات وطيران ورايح جاي وتديني فلوس الماتش والطيران بعد سنة. سهل جدا حد يتطاول عليك يهينك وحاجة. ده حكم بيضرب يروح يعمل محضر والاسم يلاقي نفسه معمول ومحضر كتير. يعني الحكم في اي مباراة، انا عايز اقول لك مش كل مباراة في استاد القاهرة، وانت رجليك دايسة في القسم التاني كتير قوي. وبالمناسبة احنا عندنا دور محترفين هيبدأ خلال اسابيع، هيبقى حاجة
رهيبه ضرب نار. فالحكم يروح يرجع او ما يرجعش، دي بقى هو رصيبك. فلو كان ابني يروح ماتش بعد مرعوب عليه